بيبدأ الفيلم بأحد السفن مع طفلين قاعدين على سهر السفينة واللي هن ريتشارد وإميلي، وبيجي لعندهم فرانك أبو ريتشارد وبيحذرهم من القعدة بهالمكان لأن خطير، ومن خلال كلامه معهم منعرف أنه إميلي خسرت بي وإمه وريتشارد خسر أمه، وفرانك بيخبرهم أنه أهلهم بالجنة. وبنفس هاليوم ريتشارد بيشوف صور كذا مزة، فهمتوا علي صح؟ وبتكون الصور بغرفة واحد من موظفين السفينة، وبتصير إميلي تتفرج معه، وساعتها هاد الموظف بيشوفهم وبصير يضرب ريتشارد وبتدافع عنه إميلي، وبيطلع دخان كتير من فتحة تهوية السفينة، وبيعرفوا أنه السفينة عم تولع، وأكيد ما ولعت من الكذا المزة اللي عم بصير، لا يروح فكركم لبعيد، ولعت بسبب حريق عادي وكان جنب البنزين وما عرفوا يطفوها، ولهيك بيروحوا بسرعة على مراكب الإنقاذ، وآرثر والطفلين بياخدوا مركب لحالهم وبيبعدوا عن السفينة، وبيضل آرثر يوم كامل بالبحر مو عارف لوين يتجه وبدون أكل ولا مي، وتاني يوم بيشوف جزيرة وبيروحوا عليها فورا، وبيفرح آرثر كتير لما يشوف أكل وشلال مي عذبة للشرب وكمان مشروب، وبينزل ريتشارد على المي وبيشوف جمجمة وبيفرجيه إياها، وإميلي بتسأله شو هاي، وآرثر بيحكي لريتشارد كرمال يطلع فورا من المي وبيصير يراقب البحر، وريتشارد بيسأل عن أبوه، وآرثر بيخبره إنه رح يجي بعدين، وبيشوف إميلي وهي عم تاكل توت سام، وبيركض لعندها وبيخليها طالع التوت من تمه وبيشرح له عنه، وبيصير آرثر يعلمهم شوية حركات وأمور تخليهم يعيشوا على الجزيرة، وإشارة يولعوها بسرعة لما يشوفوا سفينة، ويعلمهم كيف يبنوا بيوت من عيدان، وريتشارد بيهتم بالتعليم بس إميلي ما بتنتبه له. ومرة بيكون آرثر عم يتمشى على الجزيرة وبيشوف لحم بشري وبيخاف كتير وبصير يركض، وبالليل بيكون الأطفال عم يلعبوا، وآرثر بيحكي لهم أنه ممنوع تماما يروحوا على الجهة التانية من الجزيرة لأن في شغلات سيئة، وبيوم من الأيام بيسكر آرثر كتير والولاد بيتركوه وبيدخلوا يناموا، وبينزل آرثر يسبح بالبحر، وتاني يوم الصبح الأطفال بيشوفوا آرثر ميت على الشط، وبتنصدم إميلي وبتصير تبكي وبتطلب من ريتشارد ياخدها من هالمكان، بيطلعوا بالمركب وبيروحوا على جزيرة جنبهم، وبعد ما تمضى الأيام بيكبروا الأطفال وبيصيروا مراهقين. أيوة هالكلام حلو كتير، ومن هون أعزائي المشاهدين بتبدأ الأحداث أكثر إثارة، وبليلة رأس السنة ريتشارد بيجيب قالق وبيعطيهم لإميلي، بس ما حدا يسألني كيف عرف إنه هاي ليلة رأس السنة لأن ما بعرف. المهم إميلي بتفرح فيهم كتير وبتبوس ريتشارد، وبيوم من الأيام إميلي بتشوف إنه عم ينزل منها دم، بس لأنها ما بتعرف الخصائص الفيزيولوجية العادية لكل بنت بكل شهر اللي بتسبب هاي الموضوع، إميلي بتخاف وبتنادي ريتشارد، ولأن بتكون لابسة من غير هدوم يعني لابسة بس مو لابسة ما بتخليه يقرب عليها، بس لما يكونوا مع بعض بيشوف الدم وبيسألها إذا هي منيحة وبتجاوبه إيه، وبتطلب منه يمشي، وبيكون مضروب المزاج تبعها، أكيد البنات عارفين هاي الهرمونات ومشاكلها، وبيطلب منها تخليه يشوف كيف جرحت حالها، بس بتخبره انه هي منيحة وبتبعده عنها، وبينزعج منها كتير وبيحكي انه ما بيصير تخبي عنه اي اسرار. وتاني يوم منشوف إميلي عم تتطلع على جسم ريتشارد بنظرات غريبة وشريرة، وبيستغرب ريتشارد وبيخبرها انه صار لها كم يوم مو طبيعية، والمساء بيتفرجوا على الغروب وبيسألها فكرت شي مرة شو اللي صار لآرثر، وبتخبره انه ما بدها تعرف وبتتركه وبتمشي. بالليل ريتشارد بيحكي انه في كتير اسئلة حابب يعرفها عن الطبيعة، ولما بيكونوا عم يلعبوا لعب عادي تبع اولاد صغار بيسمعوا صوت طبول وبيتجمدوا بمكانهم من الخوف، وإميلي بتسأل عن الصوت، وريتشارد بيخبرها انه مستحيل يتجرأ يروح على الجانب التاني من الجزيرة. وبعد كم يوم تستسلم إميلي للفضول وبتروح على الجانب الثاني للجزيرة، وبتشوف تمثال عم ينزل منه دم وبترعب، وبتركض لعند ريتشارد وبتخبره شو شافت، بس بينزعج كتير من تصرفه. وبنفس الليلة بتحلم إميلي إنه ريتشارد مات بعد ما أكل توت بري، وبتصحى وهي مرعوبة. أيام بيشوف سفينة قريبة من الجزيرة وبيركض لعند الإشارة لحتى يولعها مثل ما علمهم آرثر، بس ما بيعرف يوصل بسرعة، والسفينة بتمشي بس بيشوف إميلي كانت جنب الإشارة بس ما ولعتها، وبيسألها ليش عملتي هيك، وبترد عليه ببرود هيك مزاجي مضروب، شو مستفزة تصرفات إميلي مثل تصرفات أغلب البنات، وبينزعج ريتشارد منها كتير، يعني لا خلته يبوسها ولا ولعت الإشارة، ولهيك ريتشارد ما عاد بيتحملها وبصير بده يفل من الجزيرة ويتركها، وبيصنع مركب من خشب الشجر وبيحطه بالمي، وإميلي عم تتفرج عليه وبتشوف المركب كيف عم يتدمر بسبب الأمواج، وبتصير تضحك عليه، ولما يرجع تصرخ عليه إميلي وبتحكي إنه ما رح يعرف يعمل شيء يخليهم يطلعوا من الجزيرة، وهو بصير يتمسخر عليها وعلى شكل جسمه والشغلات اللي طلعت له، وبيقصد صدره وإنه صار جسمه مضحك كثير، وبيمسك بإيده كرات جوز الهند وبيتمسخر عليها كيف صار جسمه،
وهون بيقصد الأشياء الفيزيولوجية الطبيعية اللي بتصير معك البنت، بس هو ما بيعرف هالشي وبتنزعج منه إيميلي وبتنكد عليه مثل أي بنت، وبتمسك جوزة الهند وبترميها عليه وبتجي على راسه وبيوقع على الأرض وبتخاف إيميلي عليه، وبتركض لعنده إيميلي لتطمن، بس ريتشارد بيضربها على وشها وبيحكي إنه بيتمنى تكون ميتة، وبيرجع البيت وبيرمي كل أغراضه لبرا وبيحكي إنه هو اللي بنى هذا البيت وهو لحاله رح يعيش فيه. وهون أعزائي المشاهدين مو حاسين إنه كل هالعصبية لأن ما خلته يعمل كذا مزة. مهم ما علينا، بتمر الأيام وبتكون إيميلي عايشة لحالها، ومرة لما بتكون عم تمشي بالمي بتدعس بالغلط على سمكة سامة وبتمرض، وهون ريتشارد بينتبه إنها مريضة وبيروح ليطمن عليها، لأن لو ماتت رح يضل على الجزيرة لحاله، وبياخدها على بيته وبيصير يهتم فيها. منشوف إنه العلاقة بينه صارت أفضل وأقوى، وبيوم من الأيام وهني عم ياكلوا مانجا بيحسوا لأول مرة بالمشاعر تبع الناس الكبار، وبتنتصر الغريزة البشرية الطبيعية وبيعملوا كذا مزة لأول مرة. ومع الأيام بينتبه ريتشارد إنه إيميلي شهيتها زايدة على الأكل، وبيحكي لها تنتبه حتى ما تسمن، بس هي ولا كأنها سمعت وبتكفي أكل عادي. ومرة لما يكونوا قاعدين هن الاثنين بينتبهوا إنه جسمه متغير فعلا، تاخد إيده وبتحطها على بطنه وبيحس إنه في شيء عم يتحرك فعلا. وبيوم بيصحى ريتشارد وما بيشوفه وبيخاف كتير وبيدور عليها بكل مكان، بس ما بيلاقيها لحد ما بيقرر إنه راح يدور عليها بالجانب الثاني للجزيرة، وبيشوف لأول مرة سكان الجزيرة الأصليين محتفلين وعم يعملوا طقوس خاصة فيهم، وبيضحوا بواحد منهم جنب التمثال وبيخاف كتير وبيهرب. بيدور على إيميلي وبيسمع صوتها عم تصرخ وبيركض لعندها، ومنعرف انه إيميلي عم تولد ووجع الولادة بيشتغل لحد ما تولد بالسلام الحمد لله. وبينزل ابنهم وطبعا بينصدموا لانه ما بيعرفوا كيف بيجوا الاطفال، وبيصيروا يلعبوا مع الطفل وبياخدوه معهم على البيت. وبعد شوي الطفل بصير يبكي وما بيعرفوا شو يعملوا، وبصير الطفل يمص اصبع ريتشارد وبيعرفوا انه هو جوعان، وبيروحوا بيجيبوا له مانجا بس بيشوف انه ما بيحبها. طيب بتحب الليمون؟ كمان لا. بجيب لك صبارة؟ كمان لا. وبيحتاروا معه، بس بعد شوية محاولات بيعرفوا انه لازم يرضع. صح النوم يا عرسان، وبعد ما يرتاح الطفل ويشبع بينام وبيعيشوا حياتهم هن مبسوطين. بيكبر ابنهم وبيكون كتير مهضوم، ومرة بيكونوا عم يلعبوا كلهم سوا على الشط بالطين وبيشوفوا سفينة بس ما بيتحركوا من مكانهم، لأن اعتبروا انه هالجزيرة صارت بيتهم وهن مبسوطين فيها. ومنعرف انه اللي كان بالسفينة هو فرانك ابو ريتشارد، لأن كان عم يدور عليهم من زمان كتير وبيشوفهم لما يكونوا مغطيين بالطين، بس بيحكي انه مستحيل يكون ابنه. بيمشي بعيد عن الجزيرة، وبعد شوي بتطلب منه إيميلي ياخدهم على الجزيرة القديمة، وبيسمع كلامه وبيركبوا بالمركب الصغير تبعهم. وبعد ما يوصلوا بيروح ريتشارد لحتى يجيب موز، والطفل الصغير بيجمع توت بري بيحطهم بالمركب من غير ما أمه تنتبه، وبعدها أمه بتحمله وبتبعد المركب عن الشط لحتى يرجعوا على بيتهم، بس بتخفى من دون ما تحس وبتصحى على صوت المجداف لما بيوقع بالمي، بس ما بتعرف تجيبه. وبيشوف ريتشارد شو صار معهم وبيسبح ليجيب المجداف، بس بيهاجمه سمك قرش، وإيميلي ما عرفت شو تعمل غير إنها ترمي المجداف الثاني على القرش، وهيك بيطلع ريتشارد على المركب، بس بهالحالة رح يضلوا مكانهم والمركب بيصير ينجرف مع المي، وهن مو عارفين شو يعملوا وبيضلوا وقت طويل بالمي. وبيصحوا وبيشوفوا ابنهم عم ياكل من التوت، بيحاولوا يلحقوه بس بيكون بلع شوي من التوت، وبيحاولوا يخلوه صاحي لأن لو نام ما عاد رح يصحى وما عاد يعرفوا شو يعملوا. للأسف بيقسموا كمية التوت بينهم وبياكلوها مثل كأنهم بدهم ينهوا حياتهم. وبعدها منشوف فرانك قاعد بسفينته، وفجأة واحد من طاقم السفينة بيشوف المركب الحمد لله وبيروح لعندهم فورا، ومنعرف انه هاد التوت لا سام ولا شيء وانهم كانوا نايمين بس. واخيرا فرانك بيلاقي ابنه وبيجتمع معهم بعد سنين طويلة. هيك بينتهي الفيلم اليوم، منشوفكم بالفيديو الجاي، ولو انت جديد لا تنسى تعمل اشتراك للقناة لأنه الفيديو الجاي خطير جدا. كان معكم نوردان، يلا سلام.